عليكم حبيباتي، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم مزيانه. مرحبا بكم في القناه الحسناء ومرحبا بكم معايا فيديو جديده. كيف ما شفتوا البنات في العنوان، اليوم غنوريكم لي برودوي فيني، المنتجات اللي تسالاو ليا، وعندي فريمون واحد ساشي اللي هو عامر. حيت تقريبا هاد لي برودوي عندي من فتره الربيع حتى لهاد الفتره ديال الصيف هادي. وغنبدا لكم باول حاجه اللي غتشوفوها بزاف في هذا الفيديو، هما لي شامبو. حيت اللي عندي بزاف استعملتهم بزاف في هذه الفتره. هذا الشامبو ديال باليات دي ام، مديور للشعر الحساس ومديور من حليب الشوفان. والحاجه اللي شجعتني انا ناخذه هو انه ما فيش سيليكون. ها هي فين كاتبين هنا، ها هي اوني سيليكوني. بالنسبه للكوانتيتي ديالهم، شوفوا حد بان البنات انا كنصور وهي تاي باغا تبان في التيفي الصيف هذا، هذا وقته. دونك بالنسبه للكونتيتي في 250 ام ال، الثمن ديالهم 20 درهم الواحد. بالنسبه لكيفاش كيخدم على الشعر، دونك كيخلي الشعر ليس، كيغسل مزيان. دونك ما غنتهضروش من شامبون اكثر من انه يدير لينا هادشي هذا. غير المهم انا عندي من الشامبون ما ينشفش ليا الشعر ديالي. دونك بالنسبه لي الناس اللي عندهم الشعر ناشف في الاطراف وملي غاسين كيكون دهني غادي يوافقهم، حيت انا الشعر ديالي بحال هكا ووافقوني هاد الجوج. الحاجه اللي كنلاحظها على هاد لي برودوي لي شامبو بليتو ديال باليا، هما انهم كيكونوا مخدومين تقريبا بحال لي شامبو ديال اولترا دو. ما عرفتش واش لاحظتوا معايا نتوما البنات هاد المساله، الناس اللي جربوا يعني لي شامبو ديال باليا، غينتبهوا لهاد القضيه. مخدومين تقريبا بحال لي شامبو ديال اولترا دو بالنسبه لا تيكستور لودور، تقريبا عندهم نفس لي زودور. وبالنسبه لودورنيس ديال الشامبان باش نقول لكم عليها، واعره يا البنات، واعره واعره بحال شي بارفان، فريمون زوينه وعجبوني وكنصحكم بهم. دونك اول حاجه في هذا الفيديو. ثاني شامبان غادي نوري لكم هو ديال اولترا دو من غامي. دونك شامبان ديال الويفيرا بويل دو كاريتي زيت سودة الشيا، عجبني لان سون بارابين سون سيليكون. الثمن ديالو كان ب 25 درهم، ب 25 درهم. بالنسبه لكيفاش كيخدم على الشعر، زوينه البنات، يعني كيغسل الشعر مزيان، كيخليه ليس. والحاجه كاع اللي زوينه فيه هو لودور ديالو البنات، زوينه فريمون واعره وكتحمق بحال شي بارفان، فريمون بحال شي بارفان. دونك كنصحكم بيه، حتى هو كنصح بيه الشعر اللي جاف اكثر، لانه كيخلي شويه الشعر دهني. دونك الناس اللي عندهم شعر دهني ما غاديش يخليهم غيزيد يزيد لهم الشعر ديالهم. ثالث شامبان غنوري لكم هو هذا ديال هيدن شولدرز للشعر الدهني، مديور من الحامض وفيه 400 ام ال. هذا الشامبان هو اصلا اونتي بليكولير، يعني ضد القشره، مديور الناس اللي عندهم الشعر دهني وكتكون لهم القشره كثيره في شعرهم. انا امتى كنستعمل هذا الشامبو هذا؟ الوقت فاش كيكون ليا شعري دهني بزاف وكيتلقى داك كيتلقى الزيوت ديالو. دونك ضروري كنحتاج شي شامبو اللي ينشف ليا شويه داك لو سيبوم باش ما توليش فيا القشره. دونك ديك الساعات كنرجع لهاد هيدا الشولدرز، زوين بزاف وكنصح بيه الناس اللي عندهم الشعر دهني، وحتى الناس اللي كتكون فيهم القشره كيصلح ليهم. كاينين هما تخوا، كاين هذا وجربت فيهم داك اللي بالغوز، فيه هنا الغوز وداك ديال النعناع العادي. دونك هادو ثلاثة زوينين. بالنسبة للثمن ديالو معقدش عليه، وفريمو هذا اللي فيه 400 ام ال راه كيدي لكم وقت طويل. بقاو عندي كنظن غير هاد جوج ديال لي شامبوان الحجم الصغير. دونك هذا كادوم بالبيض والغسول لجميع انواع الشعر، وهذا جونسون بيبي. دونك بالنسبه لهاد كادوم، غير واحد المره كنت زربانه باش نمشي للحمام تقاد عليا الشامبان ديالي، دونك هذاك الشيء خديت الحجم الصغير ديالو. كادوم كنظن كلشي استعملو، كلشي غسل بيه شعرو. دونك تربينا حنا صراحه مع هاد الشامبان هذا، زوين كيخلي الشعر ليس وكيغسل مزيان، معقدش على الثمن ديالو. وجونسون بيبي ومن لا يعرفه، هذا نساتو عندي غير بنت خالتي كتغسل بيه شعر بنتها. دونك نساتو عندي قالت لي غير بقيت غسلي بيه، وفريمون البنات عجبني. اصلا ديجا مجربه جونسون بيبي، كيخلي الشعر زوين فريمون، ديك الريحه كاع اللي فيها البنات كتصبيني فريمون واعره. وكنظن هو اللي غنبقى نغسل بيه شعر، يعني انا جربت بزاف ديال لي شامبوان، ولكن صراحه هذا كيعجبني. واصلا اي حاجه يعني دايرينها على ولاد الاطفال راه ما كدرش الشعر، الا ما نفعاتك ما غاديش تضر. ما عقلتش صراحه حتى على الثمن ديالو. دونك واقيلا هاد لي شامبوان هما اللي بقاو عندي. ديزول هاد البنات راه كنصور غير بالتليفون وكيتحرك ليا بزاف. كنظن ساليت مع لي شامبوان، دابا غادي ندوزو لي باندوش. دونك اول حاجه غنوري لكم
لكم هو هذا ديال افون بالوايت ليلي. هاد الباموسون هذا كنت باغا صراحه شي باموسون اللي كيعجبوني اصلا لي زودور اللي خفاف، يعني كنت كنقلب على شي اودور اللي خفيفه، ولكن مع الاسف هذا لودور ديالو الناس قاصحه بزاف ما استحملتوش فريمون، درته مره وحده ومن بعد رجعته صابون ليكيد وليت كنغسل به غير يديا. كانت خوات لي واحد القرعه ديال صابون ليكيد وخويت فيه هذا وبقيت هو اللي كنستعملو. راه هذا نيت وباقي فيه واحد شويه تقريبا حد هنا ما كيبانش مزيان حيت شفاف. دونك ما قدرش نكملو فريمون، الريحه ديالو البنات قاصحه واللي بحالي ما كيسمحش لي زودور اللي قاصحين، دونك ما يليقش ليه هذا الباموسون هذا. الثمن ديالو واقيلا كنت خديته ب واش 20 درهم ولا 25 درهم، دغيا ما بقيتش عاقله على الثمن ديالو. وكاين واحد اخر عندي ديال افون، دونك باغ كونط هذا زوين ديال افون من لاغام ناتشورلز، فيه 200 ايميل. هذا كنت خديته مع هذا سبراي ديالو، سبراي ديال الجسم ديالو، وكانوا بجوجهم. المهم هذا 19 درهم وسبراي كان هو 19 درهم، مديور من الكانيل والكانبيرش. دونك الكانيل هو القرفه وهذا ما عرفتش هذا فريمون الناس ما عرفتش يلعب شو هذا الفاكهه هذه. بالنسبه للريحه ديالو البنات زوينه، وراه باقي فيه واحد شويه دونك مابقاش كينزل ليا حيت لا تيكسير ديالو شويه ثقيله. لودور ديالو فريمون زوينه خفيفه، ماشي بحال هذا ديال وايت ليلي فريمون ما استحملتوش. هذا زوين والسبراي ديالو كملته عجبني، مابقيتش لقيت لومبالاج ديالو يقدر واش نحسو. دونك هذا زوين وكنصحكم بهاد لاغام البنات الا بغيتو شي باندوش من عند افون. الثمن انا قلت لكم دونك 19 درهم الواحد، وغالبا هذاك هو الثمن اللي كيدير في الكاتالوج. تسالى ليا هذا ديال فيرونا، شركه فيرونا من لاغام ديال جرين فارماسي. هذا اوميسيلير و فريمون البنات عجبني، فكرني في لوميسيلير ديال غارني، داك لوميسيلير ديال غارني فريمون كيشبه ليه من ناحيه يعني الفعاليه ديالو. فريمون كيحيد لك الماكياج، كيحيد لك حتى الواسط كوف، وكيحيد لك الماكياج ديال العينين الماسكارا. كنصحكم بيه البنات، والثمن ديالو كان ديك الساعه في الكتالوج ب 49 درهم دونك مع فيرونا. كيت صحاب البنات واش ساليت مع لي شامبون، ولكن لقيت واحد مازال هذا ديال افون لاغام ناتشورلز. هذا البنات بتياتري وبنعناع بشجره الشاي والنعناع. هذا خديته على ود القشره، كان شي ايام لي غاسين ديالي ولاو يعني مزيتين وبغيت ليها شي شامبان، دونك خديت هذا. كان الثمن ديالو كيدير 19 درهم في الكتالوج، زوينه البنات بزاف. وباش عجبني انه ما كينشفش. غادي نوريكم واحد ليكرون سولير من دايلونغ، كنت خديتها من لا فارماسي، ما عقلتش على الثمن ديالها. كاين الحجم الكبير والحجم الصغير، كانوا دايرين فيهم غوميز في الفارماسي وخديتها، غير ما عقلتش بالنسبه للثمن. ولكن كنصحكم البنات اللي بغيت تاخذوا لي زيكرون خذوا من بارا فارماسي، حيت كيكون الثمن شويه طايح على لا فارماسي. غير واحد الفارماسي حداني يعني كانت دايره غوميز بالنسبه لي زيكرون فاش يلا دخل الصيف وخديتها يعني في ديك الفرصه. صراحه اول تجربه ليا مع هاد ليكرون هادي، ولكن عجبتني من جهه ومن جهه اخرى ما عجبتنيش. عجبتني من ناحيه يعني فريمون كتبروتيكتي لا بو، وهي اصلا ضد الماء. هاد الحوايج اللي عجبوني فيها. بالنسبه للحاجه اللي ما عجبتنيش فيها هي لا تيكستور البنات، هي جايه على شكل كريم وماشي اي حليب، يعني داك الحليب اللي جاري بزاف، يعني ملي كتبغي تطبقها ولا كتبغي تخرج منها واحد شويه يعني كيستاق خارج لك بزاف، كتجلخ انت كامل وكتجلخ معاك حتى التيب ديالها. يعني هذه هي الحاجه اللي ما عجبتنيش فيها. هي دايلونغ مزيانه، ولكن الا غناخذ هذه المره غناخذ جيل ولا شي وحده اللي يكون لا تيكستور ديالها يعني مزيانه. دونك فوالا، عندي هنا واحد الصابونه ديال جرين فارماسي من الشركه ديال فيرونا. دونك هو صابون ديال الجسم بالعسل وبزيت الزيتون. عجبتني فريمون البنات هاد الصابونه، كان الثمن ديالها كنظن 19 درهم. فريمون زوينه وكتخلي لابو رطبه،
وملي كنت كنشمها ما كنتش صراحه كنشم ريحه، كنت كنشم الريحه ديال الارغان ما عرفتش علاش. المهم فريمون بحال الريحه ديال الارغان، البنات اللي عندهم استعملوها غادي يلاحظوا هذه القضيه. زوين فريمون كيخلي لابو رطبه وعجبتني، وغادي نعاود ناخذها ان شاء الله. عندي هنا واحد الماسك، هو ماسك يعني ديال التوب، كنت خديته من واحد الشركه هي كوريه كنظن، هي ناتور ريبوبليك ولا الوزيره. هذا الماسك كيجي داير على هذا الشكل، هذا هو من التوب وكانت فيه لا ماتيير يعني باش مخدوم الماسك. فريمون زوينه البنات، ملي استعملته خلى ليا لابو ديالي رطبه، وداك ملي كتحيدو كيبقى لك هذاك سميتو، كيبقى لك هذيك الماده على وجهك، كتبقى كتمصي الوجه ديالك وكدير واحد المساج اللي هو خفيف بيد ما كيدخل لك هذيك لا ماتيير في وجهك. فريمون زوينه وعجبتني لانها كتخلي واحد الكلا في الوجه. ما عقلتش على الثمن شحال كنت خديته. المهم هاد الشركه هادي زوينه فريمون، لي ماسك ديالها زوينين. وكنت خديت منها حتى واحد الكريم واحد اخر راه باقي عندي، وكانوا فيها بزاف ديال يعني بزاف ديال الانواع. كان هذا ديال لالويفيرا، كان واحد ديال الخيار، ديال الخيزو، بزاف ديال الحوايج. دونك انا خصايص هاد لالويفيرا، ديما كنتلاح لهاد لالويفيرا ما عرفتش علاش. عندي هنا جوج ديال الزيوت، واحد ديال زيت الخزامه من شركه فارماسي، وزيت الارغان من واحد الجمعيه، داك الشيء ما بقاتش ليا هنا الكسبه. الزيوت انا كنستعملهم بزاف البنات في اليبان دويل، والليله غندير شي ماسك اللي فيه الحنه، حيت الحنه شويه كتنشف الشعر، دونك ضروري كتستعملوا مع الزيوت باش ما تنشفش لكم الشعر ديالكم. زيت الخزامه اصلا محببه عندي لان الريحه ديالها كتعجبني، وزيت الارغان معروف بالترطيب والتغذيه ديالو سواء على البشره او على الشعر. بالنسبه للاسمنه هذا كناخذو ب 20 درهم، وزيوت فارماسي على حساب كل شهر وبشحال كيطيحوا في الكتالوج. عندينا واحد الزيت ديال ناتور ايسوان وي لو روكيت، زيت الجرجير، خديته من بارا فارماسي ب 40 درهم. بالنسبه للمزايا ديالو، هو زيت جد غني بالاحماض الدهنيه الغير مشبعه، زيت للعنايه بالبشره وجمع الشعر وانبات، زيت لتدليك الجسم. انا علاش خديت هذا الزيت؟ لانه قالوا لي كينبت الشعر مزيان، الناس اللي عندهم دوك الخويات في الشعر كيصلح ليهم، ولكن بالناس بالنسبه للبشره ما كنصحكمش نهائيا، لانه انا شفت غير الفيديو ديالو على الشعر فريمون ما يمكنش تصوروه، لانه كينغص بزاف الشعر، كيقرص هذيك الجلده ديال الشعر، وابار يعني الريحه ديالو اللي هي مجهده بزاف. انا ما كنتش كنستعملو بوحدو، كنت كنديرو مع زيت الخرواع وكنزيد عليه الزيوت غير باش شويه ننقص هذاك الجهد ديالو. دونك كنصح بيه الناس اللي عندهم الشعر خفيف ديروه مع زيت الخرواع، ولا عندكم شي زيت اخر زيدوها معاه، دونك وخلطوه مزيان ودهنوا به شعركم، ديروا ان بتي مساج، ديروا عليه بوني يكون دافي في المسخون، وخلوه تقريبا ساعه في شعركم عاد دوشوا. فريمون راه كيعطي نتيجه على الشعر، ما نقولش لكم على البشره نهائيا، ما تستعملوش على البشره. عندي هنا واحد ليكرون وحده اخرى ديال بيوديرما، هذه كانت تانتي، دونك هي فوندوتا في نفس الوقت ايكرون، في 40 ايميل، الثمن ديالها معروف ب 80 درهم في لي باغا فارماسي. غير وكان البنات انا بيوديرما راه ما ساليتهاش، لانها كتنشف ليا البشره ديالي ملي كنستعملها كنرد البال، لان انا كنصح بها الناس اللي عندهم البشره دهنيه اللي كتطلق داك لوسيبوم، تليق ليها. اما الناس اللي عندهم بحالي البشره مختلطه ولا جافه، راه نهائيا ما غاديش تصلح لكم بزاف هذيك على تانتي، لانها كتنشف البشره. فريمون الناس اللي عندهم شويه دوك الشوائب والقشور في وجههم، ولا اللي عندهم دوك لي بوين ديالهم واسعين، يعني دوك مسامات واسعين، راه ما يلقش لكم، غادي تجير لكم البشره ديالكم وغتبين لكم هذيك القشره. دونك الناس اللي عندهم البشره دهنيه فقط هما اللي يستعملوها، دونك ما كنصحش بها الناس اللي عندهم بحال البشره ديالي. عندي هنا واحد لانجيت ديال ايدغاكير بور لي بو سونسيبل، فيه 25 لانجيت، هي سون صابون بي اش نوتر سون الكول فيتامين او وبلا الويفيرا، خديتها ب 13 درهم عندهم الماكياج،
كنستعمل لي لانجيس بزاف الا يعني ما فيه اللي بقى يغسل وجهي ويدير ليه الصوان، دونك كنمسح غير الماكياج على ربي، نمسح غير الماكياج هذيك الليله باش كنكون عيانه، دونك كنحتاج غير نحيد بعدا داكشي من وجهي. كنستعمل واحد اللانجات كنمسح به عينيا، الفون دو تان، الماسكارا الا كاينه، دونك فريمون راه لي في ديالو تقريبا بحال الا كدير كوتون ديسكو كتمسح بدي ماكيون، يعني كتمسح بلومي سيليغ تقريبا كيجوني نفس لي في ديالهم، غير تختاروا اللانجيت اللي يكونوا شويه رطبين ويكونوا مايهين، ماشي دوك اللانجيت اللي يكون توبهم يعني حرش وما في ملا ملا والو، راه غير كتجرحوا بوجهكم. دونك هادو من بين اللي لانجيت اللي كيعجبوني، وكاينين وحدين اخرين راه مازال كنستعمل فيهم، غادي نوريهم لكم في شي فيديو وحده اخرى. عندي هنايا واحد ديودورون ديال باليات دي ام، ما فيش الكول وكيدوم 24 ساعه، كنت وريت لكم كنظن في واحد الفيديو وحده اخرى. هذا كنت خديته ب 8 وقيلا 15 درهم الا كنعقل، ما عقلتش فريمون، راه لحقت لكم واحد الفيديو اللي بغيت تاكدوا من الثمن. دونك هو ما فيش الالومنيوم، داكشي اش رجعت ناخذو، غير وكان البنات راه ما كيحبش العرق طبيعي لانه ما فيش الالومنيوم بحال هاد لي ديودورون وهذوك لي ستيك. علاش كيحبس لكم العرق؟ لانه كيكونوا فيهم نسبه الالومنيوم عاليه بزاف، والالومنيوم هو ضار للجسم، داكشي علاش غتلقاو في لحت لكم في القناه واحد الفيديو ديال وصفه طبيعيه لازاله العرق، دونك سيروا شوفوها، راه هذيك الوصفه هي اللي متبعه لي حد الساعه وعطاتني نتيجه وكتفتح اصلا المنطقه تحت الابطين. دونك بحال هاد لي ديودورون اللي كيكون فيهم الالومنيوم والليستيك ديال الالومنيوم، هذوك الناس غير بعدو منهم فريمون، راه كيديروا نتائج خطيره على المنطقه. دونك فوالا البنات، كانت هادي هي لا فيديو ديالنا، كنتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا. ما تنساونيش هاد الناس من الدعم ديالكم والتشجيع ديالكم للقناه بابوني وبلي جيم ديالكم، اللي عندوش اقتراح يكتبوا ليا في لي كومونتير. نتلاقاو ان شاء الله البنات فيديو جديده، تهلاو ليا فراسكم وبسلامه.